بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا لسه مع الكونديشنال برانشنج، ولكن المرة دي مع الثيرد أو النوتيشن الثالث من الإنفستات، الشكل الثالث. الشكل الثالث بنستخلصه بكلمة إلف. هنشوف دلوقتي يعني إف وسبيس وكونديشن. قلنا لو كان ترو بيتنفذ الأوامر اللي بعد اللي فيها اندنتيشن بعد الكونديشن على طول مباشرة، تمام. وكان عندنا إلس، كان عندنا إلس، لكن دلوقتي هتكلم عن حاجة اسمها إلف، اللي هي دمج ما بين إلس وما بين إف، دمج ما بين إلس إف، ده معناها كده، بس بنكتبها إي إل أي إف. إيه الدمج ده؟ لو كان الكونديشن ترو خلاص هيتنفذ الكلام ده، طبعًا كان أمر أو ستيتمنت واحدة أو ستيتمنت. طب لو كان الكونديشن فولس هينزل للإلف، اللي هي إيه بقى؟ هينزل هنا أهو. بس إلف دي بقى عكسها عكس إيه؟ مش زي إلس بس، لأ فيها كونديشن زي الإف، فهي إلس إف. معناها لو الكونديشن الاول جاب فولس في نفس الوقت لازم تحقق كونديشن تاني، يبقى الف كونديشن تاني يبدا لو الكونديشن جاب ترو ينفذ لك الامر اللي هنا، امر او امر. طب لو الكونديشن بتاع خلاص عرفنا ده، لو كان ترو هينفذ ده، لو كان فولس هينزل عند الالف. طب الكونديشن بتاع ده لو جاب ترو هينفذ دول، طب لو جاب فولس في الشكل ده مش هيجيب حاجه، لكن انت ممكن تقدر تضيف الس عادي برضه، مش مشكله، ممكن تضيف للالف الس زي الاف، بيبقى لو تنفذ ينفذ دول، ما تنفذش ينفذ اللي بعد الالس، وهكذا. طبعا الستمنتس اللي بره بتتنفذ سواء كان الكونديشن ترو او فولس، مش فارقه معاها. تعال نشوف الشكل بتاعها. في اوامر بره الاف، في اوامر بره الاف، سواء قبل او بعد. الكونديشن اهو لو كان ترو هينفذ امر او عده اوامر خاصه بالترو يخرج وخلاص، يعني لو كونديشن جاب ترو هينفذ دول ومش هيبص على الالف دي خالص ولا الكلام ده خالص. طب الكونديشن جه فولس، لما الكونديشن بيجيب فولس بيلاقي نفسه قدام كونديشن جديد اهو. لما إلس إف كونديشن جاب ترو جاب فولس، ايه لا كونديشن اخر، فلا كونديشن اخر برضه يجيب يا ترو يجيب فولس. جاب ترو هيروح على الطريقه ديت وينفذ الامر او الاوامر اللي بعد الترو. جاب فولس احنا ما بنعملش حاجه هنا، لكن ممكن نحط في الفولس إلس فتشتغل معاك، مش مشكله، تمام. هنشوفها واحده واحده، دي خلينا في دي الوقت كده من غير إلس، وهوريكم واحده بإلس. طيب عايزين نعمل برنامج، ده الاكزامبل اللي احنا عايزين نعمله. مستخدم يدخل رقمين ونعرض رساله تفيد ان الرقم الاول اكبر من الرقم الثاني او بيساويه او اصغر منه، عايزين نعرفها. الرقم الاول اكبر من الثاني، دي اجابه، او الرقم الاول اصغر من الثاني، دي اجابه، او الرقم الاول بيساوي الرقم الثاني بس، هو اللي عايزين نقوله. فعندنا ثلاث احتمالات. فانا هقول له ايه؟ الاول هقول له انتر فيرست نمبر واريده، انتر سكند نمبر واريده، عملت ريد لتو نمبرز، وده ايه ان الفيرست اكبر من السكند، لو الاولاني اكبر من الثاني خلاص واضح. هعرض له اقول له الفيرست بيجر ذان الايه؟ السكند. ما اقدرش اقول الس واسكت. الس، طب الس ايه؟ عندك حالتين لسه في الس، يا اما الفيرست بيساوي السكند، يا اما السكند هو اللي اكبر من الفيرست. فانا عندي ايه؟ عندي حالتين لسه، ما قفلتش كل الاحتمالات بتاعتي، هما ثلاث احتمالات. يا اكبر من الاولاني اكبر، يا الثاني هو اللي اكبر، يا الاثنين بيساووا بعض، فانا عندي ثلاث احتمالات. ولذلك هستخدم الس اف اللي هي الف. هقول له لو كان الاولاني بيساوي الثاني، لو الاولاني بيساوي الثاني خلاص هقول له فيرست ايكوال تو الس، يعني ولا هو ولا الاولاني اكبر ولا الاثنين بيساوي بعض، يبقى اكيد الثاني هو الاصغر. في الحاله دي هعرض له ان الفيرست سمولر والسكند هو اللي لارج. لو حبيت اعمل اكتب البرنامج ده، فانا اروح افتح كده ومعايا له في نيو فايل واديله سيف. عارف ليه ما بيحفظش المكان اللي بنسيف فيه؟ ده اكزامبل 29. تمام. وخلينا نبدا نقول بسم الله كده. انا عندي الاول عايز اخد من الرقم الاول الرقم الثاني، فاقول له مثلا الفيرست سبيس، وده طبعا رقم فهاخد منه فلوت، وعشان اخده منه هاخده بالفانكشن انبوت. هلو انتر فيرست نمبر، وبنفس الاسلوب اكابي ابيست فيرست، هعمل بقى الرقم الثاني السكند، تمام. وري السكند، اخدت الفيرست نمبر والسكند نمبر. هبدا اقول بقى اف ان الفيرست لو كان اكبر من السكند،
كله. طبعا تلاحظ انا عملت اكواس، انا متعود اعمل اكواس، لكن هي مش شرط الاكواس دي، مش شرط، تجربة تشتغل عندنا يعني، مفيش مشكله، نجربها مره مش مشكله. لو الفيرست اكبر من السكند خلاص انا بالنسبه لي هقول له برنت، طبعا هو خد الاندنتيشن، هقول له فيرست از بيجر زان الايه السكند. طيب وارجع كده ورا وقايل له ايه الف، تمام الس اف، لو كان الفيرست هو اللي اصغر من السكند، لو الفيرست هو اللي اصغر من ايه، فيرست اقل من السكند، خلاص يبقى الرساله دي عكسها بالظبط، هقول له ان الفيرست سمولر زان الايه السكند. طيب هنا بقى هحط إلس أو الإلس. إلس هنا أنا حطيتش كولون. إلس هنا لو الفيرست أكبر من السكند هيتنفذ ده. لو الكونديشن ده جاب فولس خلاص هيخش على الإلف. لو جاب ترو هينفذ ده. لو جاب فولس الإلف دي هيخش على الإلس. ليه في الحالة الأخيرة أنا متأكد إن الإيه الفيرست إيكوال تو الإيه؟ السكند. بس لأن طبعًا إيه أدخلها جوه كده وإلا هتبقى عندي مشكلة. equal to السكند. عايز اعمل print هو finish دي خلاص دي خارج الاف. اف 5 ونجرب. قال لي دخل الرقم الاول، قلت له الرقم الاول 5، الرقم الثاني قلت له 16، طبعا الثاني هو الاكبر، فقال لي first smaller than السكند، صح الاولاني اصغر من الثاني، صحيح. طب لو قلت له هنا 17 وهنا 7 هيقول لي الفيرست از بيجر ذان الايه السكند. جت ب 5 قلت له 7 7 قال لي الايه فيرست از ايكوال تو السكند، يبقى كده ربطت كل الحالات بتاعتي. تمام ده بالنسبه لايه، وطبعا ده الكود، بس هنا انا مشيت بطريقه مختلفه، قلت اكبر وقلت يبقى كده بيساوي، وكده قلت الس، انا قلت الثاني اكبر، هنا الالف كانت اصغر وتحت بقت الايكوال، يعني مش تفرق يعني امشي باللوجيك صح. انا سالت على الاول اكبر من الثاني، سالت على الاول بيساوي الثاني، يبقى خلاص الحل الاخيره ده اصغر. انت حط الكونديشنز بتاعتك زي ما انت عايز، اللوجيك واحد والسنتكس واحد، اللوجيك ممكن يختلف. هسيب لك بقى ايه الاساينمنت، نفس الفكره بالظبط، اقول لك اكتب الجوريزم لحل المشكله التاليه لايجاد قيمه اف اكس، وارسم خريطه تدفق برضه في لوت شارت، واكتب البرنامج واختبر النتائج زي ما انا اختبرت كده في الاخر. ايه الاف اكس دي؟ مش منظر يخطك، ما يهمكش. اليوزر هقول له لو سمحت انتر ذا فاليو اوف اي، انتر ذا فاليو اوف بي، انتر ذا فاليو اوف اكس، يبقى انا هطلب من اليوزر ثلاث قيم، يدخل قيمه الاي، يدخل قيمه البي، يدخل قيمه الاكس، وابدا اشتغل. هقول له اف ان الاكس اكبر من الاثنين، خلاص هتبقى الاف اكس بتساوي الاف اكس، هنكتب هنعمل فاريبل اسمه اف اكس، اف اكس بتساوي اي زائد البي في اكس. وفي عندي اف لو كانت الاكس بتساوي 2 بتساوي 2 يبقى الاف اكس بتساوي 3، ولو كان الاكس اصغر من الاثنين يبقى الاف اكس بتساوي بي ماينس اي تايمز او ضرب اكس اس 2 بس. ف اسيبك بقى مع الاساينمنت ده تحله على نفس المستوى اللي احنا وصلنا له. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.